والآن إلى تكريم القامات الكبيرة التي أسهمت في إنجاح هذا اليوم، تقدمها الدكتورة سهام الزعيري عبر دروع المنتدى. حبات اللؤلؤ ونجوم الإبداع. والآن مع فقرة تكريم كبار مبدعي الوطن العربي ومصر، طلق الشاعر الكبير طلق ابن زهروت فليتفضل. الشاعرة الكبيرة وداد سلام القرعاوي. الشاعر الكبير سعيد العوني. الشاعرة الكبيرة زينات أبو شاش. الشاعر الكبير حمد سعود المطير. الشاعرة الكبيرة ابتسام أبو سعد. الشاعر الكبير حمود الجابر. أستاذ علي مشغول الصوت لو سمحتوا. أستاذ علي مشغول الصوت. استاذ محمد، استاذ محمد سمان لو سمحت. بس الشاعر الكبير حمد سعيد المطير. الشاعر الكبير محمد دغيم. Thank you.
الأم الحنون والأديبة الكبيرة صاحبة جائزة الطفل الأستاذة سعدية العلم. الأديب الكبير والناقد الأدبي الكبير الأستاذ الدكتور عزوز إسماعيل فليتفضل. الأديب الكبير والناقد الأدبي الكبير الأستاذ الدكتور سلامة تعب فليتفضل. موجود الإعلامي الكبير أمين صندوق اتحاد كتاب مصر وأمين صندوق اتحاد كتاب العرب ورئيس البرامج الثقافية بالإذاعة المصرية الأديب الكبير الأستاذ السيد حسن الذي شرفنا اليوم وكان المايسترو في إدارة هذا المنتدى العظيم. الجميل شهاب الدين عادل خميس. جميل والله جميل. دعم الثقافة وبحق داعم الثقافة من صالون اللواء علاء فكري إلى صالون نادي الزمالك إلى اتحاد كتاب مصر إلى المشروعات الثقافية المختلفة إلى تكريمات أمهات الشهداء اللواء علاء الدين فكري محمد. الشاعر الكبير حامد العزمي. الإعلامية الكبيرة ابنة البادية والمذيعة بالإذاعة المصرية وعضو اتحاد كتاب مصر ونائب
شعبك نائب رئيس شعبك أدب البادية باتحاد كتاب مصر الأستاذة أحلام أبو نوارة، فلتتفضل. يا أصحى باتحاد كتاب مصر